السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في نشرة إخبارية جديدة على قناة النادي الأهلي. كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب، وإن شاء الله دايما كده في فرح وفي سعادة. كمان منتخب مصر في أول أيام عيد الفطر يفرحنا كلنا إن شاء الله في أول مباراة رسمية في كأس العالم بعد غياب 28 سنة أمام الأوروغواي، يعمل نتيجة إيجابية ويبقى عيد فعلا سعيد علينا وعلى كل المصريين. في البداية طبعا يعني هنبدأ مع حضراتكم بأخبار النادي الأهلي ونتابع آخر الأخبار اللي موجودة في وجود النهاردة أول مران للمدير الفني الجديد مستر باتريس كارتيرون، المدير الفني الفرنسي اللي يعني كان النهاردة أو حاليا يعني بيقام تدريبات النادي الأهلي وبيقودها في أول حصة تدريبية ليه. كان يعني التدريبات كانت بتقام الظهر او طبعا قبل الفطار، وكان اللعيبه متواجدين طبعا بخلاف اللعيبه الدوليه اللي موجوده مع منتخب مصر حاليا. وبالتالي يعني النهارده مش بس مستر كارتيرون اللي كان موجود في التدريبات، ايضا مستر ليندمان، مايكل ليندمان مخطط الاحمال الهولندي اللي يعني كنا شايفين على السوشيال ميديا، كنا شايفين جمهور الاهلي قد ايه كان بيطالب بالتعاقد مع ليندمان. ولو نفتكر ان احنا دايما كنا بنقول على قناة الأهلي أو في أي حتة بنبقى موجودين فيها إن مجلس إدارة النادي الأهلي عارف هو بيعمل إيه. ما كناش عايزين الجمهور يتسرع في إعلان التعاقد مع المدير الفني، إحنا عارفين أو مجلس الإدارة عارف الوقت المناسب للتعاقد مع جهاز فني محترم على أعلى مستوى. عندنا مدير فني حصل على بطولة أفريقيا ولعب في بطولة كأس العالم للأندية مع فريق مازيمبي. أيضا الكابتن محمد يوسف مدير فني حقق بطولة أفريقيا وايضا لعب في كاس العالم للانديه، وبالتالي عندنا جهاز فني كمان مايكل ليندمان. مايكل ليندمان من مخططين الاحمال المحترمين، بمعنى هو اول واحد بدا تقنيه قياسات اللاعبين عن طريق الدي ان اي. الدي ان اي هو الحمض النووي لكل لاعب علشان يعرف احتياجات كل لاعب او ايه اللي هي النواقص اللي موجوده في كل لاعب مع النادي الاهلي. لكن لمزيد من التفاصيل هنروح لأمير هشام مراسلنا علشان يقولنا على آخر الأخبار اللي كانت موجودة في تدريبات النادي الأهلي. أمير برحب بيك. تحياتي لك يا عمر وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. قولنا على الجديد، النهاردة كان أول تدريب لمستر كارتيرون، فعايزين نعرف منك آخر الأخبار اللي كانت موجودة في تدريب النادي الأهلي. طيب بداية النهاردة المران كان قبل الفطار، يعني بالتحديد ابتدى في تمام الساعة الرابعة إلا ربع، يعني اللاعبين صلوا صلاة العصر وابتدوا المران مباشرة. لكن قبل المران كان في زي جلسة أو اجتماع ما بين مستر باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للنادي الأهلي مع اللاعبين الموجودين في صفوف الفريق في الفترة الحالية وأيضا الكابتن محمد يوسف، وهي جلسة أكيد كان فيها بعض الكلمات الهامة جدا للمدير الفني للاعبين لتحفيزهم لما هو قادم من تحديات قوية جدا بالنسبة لفريق النادي الأهلي في مختلف البطولات، سواء بطولة الدوري، بطولة كأس مصر، بطولة أفريقيا طبعا، ودي أهم بطولة بالنسبة للنادي الأهلي وكل جمهوره. فبالتالي أكيد كانت جلسة مهمة وهي أولى جلسات المدير الفني الجديد مع اللاعبين. بعدها مباشرة اللاعبين نزلوا أرض الملعب بدون مستر باتريس كارتيرون وبدون كابتن محمد يوسف، وأشرف على التدريبات في أول ربع ساعة بالتحديد كان كابتن سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الجديد بالنسبه للنادي الاهلي. من الواضح ان كان في جلسه مغلقه ما بين مستر باتريس كارتيرون مع الكابتن محمد يوسف المدرب العام، ويمكن الكابتن محمد يوسف كان بيعرض عليه العديد من التقارير والملفات الخاصه بفريق النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، وده شيء اكيد معتاد وشيء مهم جدا من قبل الكابتن محمد يوسف عشان يطلع مستر كارتيرون على كل ما يخص اللاعبين عشان يكون الراجل ان شاء الله ملم بكل شيء بالنسبه للفريق خلال المرحله المقبله. عقب ربع ساعه بالضبط من بدايه المران نزل مستر باتريس كارتيرون وايضا كابتن محمد يوسف عشان يشرفوا على مران النادي الاهلي، وهو كان اول مران النهارده يشرف عليه مستر باتريس كارتيرون. خليني اقول لك بدايه قبل ما نتكلم في فقرات المران يا عمر، يعني زي روح معنويه عاليه جدا في حاله من التفاؤل الشديد واضحه جدا على لاعبي النادي الاهلي، على جهاز المعاون لمستر باتريس كارتيرون وايضا على اعضاء النادي الاهلي، خصوصا النادي الاهلي نجح ان هو يتعاقد مع مدير فني محترم وقدر
ان هو طبعا يفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا قبل كده وسوبر افريقي، وايضا شارك في بطوله كاس العالم للانديه، فبالتالي عنده المام كبير جدا بافريقيا وبالدوري المحلي ايضا. فريق النادي الاهلي بكل المعوقات الافريقيه، وخصوصا الهدف الاساسي والاسفل بالنسبه لجمهور النادي الاهلي دايما هو بطوله دوري ابطال افريقيا. مش مهم خالص النادي الاهلي كان يجيب مدير فني باسم كبير جدا عالميا او اوروبيا، لكن الاهم ان يجيب مدير فني يحقق الاهداف المطلوبه بالنسبه للنادي الاهلي واعضائه وجماهيره، وده نجح فيه طبعا مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه الكره بتحديد برئاسه الكابتن محمود الخطيب اخيرا. لكن خلينا نتكلم بقى عن المران، والنهارده المران كان في بعض الفقرات البدنيه اللي كانت مع البدايه طبعا في التدريبات، وبعديها كان في بعض فقرات تدريبات الكره الخفيفه، ومع النهايه كان في زي تقسيمه كده شارك فيها جميع اللاعبين المتاحين، وكله يعني بيأدي بشكل جيد، كله بيحاول يثبت وجوده المدرب الجديد عشان ينال شرف تمثيل النادي الاهلي بشكل اساسي. كنت لسه اقول لك يا امير على كل اللعيبه اللي موجوده، اكيد هيكون في اسماء لبعض اللعيبه اللي مش هتبقى متواجده في الموسم القادم، فانت قلت نقطه مهمه جدا ان هي فرصه لكل اللاعبين للمشاركه ولاثبات النفس امام مستر باتريس كارتيرو. بالظبط كده، ده كان شيء مهم، وخصوصا لسه في فرصه، يعني لسه الاهلي قدموا يعني لحد اول مباراه يعني تقريبا شهر او شهر ويومين بالتحديد، اول مباراه بالنسبه للنادي الاهلي امام فريق تاونشيب في بطوله دوري ابطال افريقيا، وبالتحديد الجوله الثالثه هتكون يوم 17 من الشهر القادم، فبالتالي لسه في امتحان الوقت، لسه في معسكر داخلي ومعسكر خارجي ان شاء الله هيلم من خلاله مستر باتريس كل الامور الخاصه بفريق النادي الاهلي، وان شاء الله كمان لعيبه النادي الاهلي اللي حابب ان هو يثبت وجوده داخل جدران الكره الحمراء هيكون قدامه فرصه كبيره جدا، وخصوصا ان هو مدرب جديد وعايز يعرف قدرات كل اللاعبين، فبالتالي دي فرصه مهمه جدا يا عمر بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي. خليني اقول لك بالنسبه لموقف المصابين، يعني النهارده جونيور اجاي يمكن هو عنده زي شد خفيف في العضله الخلفيه، نفس الحال بالنسبه لوليد ازارو، احمد علاء ايضا نفس الموضوع، ناصر ماهر كمان، الرباعي دول كان عندهم بعض التدريبات التاهيليه مع الكابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل، وكانوا موجودين النهارده في استاد مختار ستيتش، ايضا ده بجانب رامي ربيعه طبعا لاعب النادي الاهلي واللي بيواصل تدريباته التاهيليه عشان ان شاء الله يقدر يتعافى تماما من الاصابه اللي لحقت بيه في العضله الضامه او بعض الالام اللي كانت عنده في الحوض، واعتقد ان هو قرب بشكل كبير رامي ربيعه ان هو يكون متاح بالنسبه للفريق والجهاز الفني خلال الفترات المقبله، لكن مفيش استعجال بالتحديد على اصابه رامي ربيعه، خصوصا ان هو كان واخد وقت كبير جدا بالنسبه للاعب عشان يقدر يتعافى من هذه الاصابه. لكن بالنسبه لمستر مايكل ليندمان، مستر مايكل ليندمان ما كانش موجود النهارده، هو مخطط الاحمال، هو كان واخد اجازه بعد ما اتمم تعاقده مع النادي الاهلي امس، خد اجازه يومين بالظبط، وان شاء الله هيقدر عشان ما يخص الفريق النهارده عمر وكل التدريبات، لكن عامه يعني الامور ماشيه بشكل جيد جدا، فتره اعداد هتكون مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي عشان يكون مستعد بشكل كبير جدا لما هو قادم من تحديات وبطولات مهمه بكل تاكيد بينافس عليها النادي الاهلي في كل بطوله بيشارك فيها عمر. امير، هل يعني بان اي ملامح مين ممكن يكون موجود في منصب مدرب حراس المرمى؟ يعني خليني اقول لك ان لسه الجزئيه دي خاصه بلجنه الكوره، لجنه الكوره لسه ما اعلنتش مين اللي هيكون مدرب حراس مرمى النادي الاهلي، لكن في بعض الاسماء المطروحه سواء كابتن طارق سليمان اللي كان مدرب حراس مرمى لسنوات عديده داخل النادي الاهلي وراجل جيد جدا وقدر ان هو يؤدي شغله بشكل جيد جدا مع الاجهزه الفنيه السابقه، كابتن ايهاب جلال وايضا هو احد مدربي طبعا اكيد النادي الاهلي وراجل ممتاز جدا طبعا عنده قدرات جيده جدا لتدريب حراس المرمى، اعتقد ايضا اعتقد يعني ان كابتن احمد ناجي ممكن يكون في الصوره، ممكن بالظبط احنا سمعنا كلام ان ان ان, إن ممكن كابتن احمد ناجي عقب بطوله كاس العالم يكون متواجد في الجهاز الفني للنادي الاهلي. اكيد يا امير يعني كلهم اسماء محترمه جدا، كلهم اسماء على اعلى مستوى، وكله طبعا هيبقى قرار طبعا لجنه الكره هي اللي هتشوف الانسب مين وهيتم اختياره طبعا عشان ينضم للجهاز الفني بالنسبه للنادي الاهلي في الفتره المقبله. طيب هل المعسكر الخارجي برضه بدا او بان في اي ملامح ممكن يكون المعسكر فين؟ طيب خليني اقول لك ان المعسكر الخارجي ما بين ثلاث دول، يا اما المانيا يا سويسرا يا النمسا، الاقرب حتى الان النمسا هي البلد الاقرب لاستضافه المعسكر الخارجي بالنسبه للنادي الاهلي والمعسكر، لكن يظل
الأقرب هو طبعا النمسا اللي ممكن تستضيف المصدر الإعدادي إن شاء الله الخارجي بالنسبة للنادي الأهلي الجديد، وده هيتم تحديده خلال أيام قليلة مقبلة إن شاء الله. أمير هشام بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، يمكن اتكلمنا في كل حاجة بتخص النادي الأهلي في أول مران لمستر باتريس كارتيرو المدير الفني الفرنسي الجديد للنادي الأهلي. وبكده يكون يعني غطينا مع حضراتكم التدريب الأول لمستر كارتيرو في أول قيادة فنية لقيادته في النادي الأهلي. طبعا هنا في صورة مع حضراتكم مستر مايكل ليندمان مخطط أحمال النادي الأهلي الجديد، طبعا يمكن مش غريب عليه رجوعه للنادي الأهلي، كان موجود قبل كده مع مستر مارتينيون وواحد من العاشقين للنادي الأهلي، والدليل أنه هو رجع أول ما النادي الأهلي فتح بس معاه باب للتفاوض ورجع مرة تانية. احنا عارفين أن جنسيته هولندية، وزي ما أنا قلت عمل قياسات أو أول واحد عمل قياسات يمكن في العالم أو من أوائل اللي عملوا قياسات بالدي إن إيه أو بالحمض النووي، ودي بتبين كل النواقص اللي بتكون موجودة عند لاعبي كرة القدم وخاصة في النادي الأهلي. وزي ما احنا عارفين وشفنا على السوشيال ميديا كلنا إن يعني معظم الأعضاء والصحفيين والإعلاميين اللي كانوا حاضرين تعاقد النادي الاهلي مع ليندمان كلهم متصورين معاه، يعني في حب وفي واضح ان هو يعني كان في عشره ما بينهم وبين مستر مايكل ليندمان، وزي ما احنا يعني شايفين يعني بيشاور على شعار النادي الاهلي، يعني زي ما قلت مش غريب عليه وجوده ورجوعه مره ثانيه الى النادي الاهلي. فكل التوفيق لطبعا مستر باتريس كارتيرون ومايكل ليندمان، مدرسه هولنديه ومدرسه فرنسيه، طبعا كارتيرون مدرسه فرنسيه وليندمان مدرسه هولنديه، مع الكابتن محمد يوسف والكابتن سامي قمصان وكل اللاعبين المتواجدين في النادي الاهلي. ويعني من النادي الاهلي هنروح لخبر مهم جدا جدا جدا، خاصه طبعا بالتشكيل الوزاري الجديد وخاصه بوزاره الشباب والرياضه. طبعا المهندس خالد عبد العزيز واحد من الوزراء المحترمين اللي عملوا انجازات في العهد اللي كانوا موجودين فيه، يمكن اكتر من مره كان موجود في الوزاره وبيشغل منصب طبعا وزير الشباب والرياضه، عمل انجازات كتيره جدا جدا. لكن بنبارك للدكتور اشرف صبحي توليه منصب وزير للشباب والرياضه خلفا للمهندس المحترم الناجح جدا المهندس خالد عبد العزيز. طبعا دكتور هنتكلم عليه كده يعني في شويه سطور نعرف الساده المشاهدين عليه. دكتور اشرف صبحي يعني تولى مناصب منها استاذ بكليه التربيه الرياضيه ومتخصص في التسويق والاستثمار الرياضي. طبعا كان ايضا موجود في استاذ في اداره الاعمال الرياضيه بجامعه حلوان، وتولى رئاسه هيئه استاد القاهره من يناير 2012 وحتى اغسطس 2014، وتم تكليفه في حكومه الدكتور كمال الجنزوري بالعمل كمساعد لوزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز من اغسطس 2014 وحتى مارس 2016. بعدها تقدم باستقالته دون اي اسباب، لكن طبعا انجازاته بتتكلم عليه زي ما احنا شايفين. لكن اخر منصب تولاه هو سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، يعني وجه مشرف ان شاء الله الدكتور اشرف صبحي، ويقدر ان هو يقود انجازات كل الوزراء السابقين في الشباب والرياضه، وان شاء الله يكون يعني خير خلف. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يقدر ان هو يعني يقود الرياضة المصرية لمزيد من الإنجازات والبطولات، ويكون وشه حلو على منتخب مصر غدا في أولى مبارياته أمام الأورجواي في بطولة كأس العالم. لسه مكملين طبعا مع أخبارنا، أنا عارف أن حضراتكم أكيد مكملين يعني مكملين معنا الكأس العالم، لكن قبل ما نروح ونشوف يعني معنا مداخلة مهمة جدا من طبعا الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. دكتور مهند برحب بحضرتك. ألو؟ طيب دكتور مهند، يمكن هنتكلم، احنا كنا يعني حريصين على تواجده معانا، لكن هنتكلم على خبر خاص بالكاراتيه وبالدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة. احنا عارفين ان هو يعني كان نجم وكان لاعب قدير في لعبة الكاراتيه، وبالتالي منذ الإعلان عن إن الكاراتيه بدأ إن هو يخش في اللعبات الأولمبية بدأ
ان 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 يكون في اهتمام يعني مصر كبير جدا باللعبه وخاصه بالنادي الاهلي. احنا عارفين نادي الاهلي نص قوام منتخب مصر او 70% من قوام منتخب مصر من لاعبي النادي الاهلي. فبالتالي الدكتور مهند مجدي كان صرح بعض التصريحات اللي كانت موجوده طبعا على موقع النادي الاهلي، وكان بيتكلم ان هو بيقول ان النادي الاهلي هو محل اهتمام منتخبات العالم للكاراتيه. ليه بنتكلم وبنقول كده؟ طبعا ان عارفين ان منتخب ماليزيا موجود في النادي الاهلي بيستعد لبطوله العالم اللي هتقام في كرواتيا في النادي الاهلي. فتخيلوا حضراتكم ان منتخب كاراتيه الماليزي، طبعا المنتخب الماليزي للكاراتيه للشباب موجود فيه طبعا المصري كابتن هاني قشطه طبعا مدرب عام للفريق، وبالتالي النادي الاهلي لما طبعا استعان بان هو يبقى متواجد معسكر جوه النادي الاهلي كان مهم جدا 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 ان هو النادي الاهلي طبعا اكيد يرحب بالفكره. واحنا عارفين ان النادي الاهلي دايما مرحب بكل البلاد والفرق الرياضيه اللي بتبقى موجوده دايما، ان هي دايما بتكون موجوده مع داخل النادي الاهلي. وزي ما احنا عارفين ان الدكتور مهند مجدي اتكلم وقال ان كل المنتخبات بتستعد حاليا بقوه لبطوله العالم للكاراتيه اللي هتقام في كرواتيا واللي هتكون مؤهله للاولمبيات اللي هتقام في الارجنتين شهر اكتوبر القادم. وزي ما احنا قلنا ان طبعا الدكتور مهند مجدي قال ان مصر رائده في مجال الكاراتيه، ومنذ الاعلان عن ان لعبه الكاراتيه هتكون بطوله او لعبه اولمبيه يعني بدأ الاهتمام بيها وكل المنتخبات العالم. لكن زي ما احنا قلنا ان النادي الاهلي بيشغل يعني نسبة حوالي من 50-70% من لاعبي طبعا لاعبي مصر من النادي الاهلي. وزي ما انا قلت لحضراتكم تاني وهكرر اقول ان منتخب ماليزيا متواجد في النادي الاهلي. منتخب ماليزيا موجود من يعني في منتخب ناشئين معاه مدرب عام مصري طبعا الكابتن هاني قشطه، ده متواجدين في النادي الاهلي بعد ما الاهلي رحب بيهم وبوجودهم وتدريبهم جوه النادي الاهلي، واكيد طبعا دي لفته طيبه من النادي الاهلي. معانا تقرير. طيب هنروح ونشوف ونسمع تقرير عن الكاراتيه وعن اللعبه وعن كاس العالم، ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي اخبارنا الرياضيه. النادي الاهلي طبعا من اقوى الفرق المصريه، وطبعا من اقوى الفرق على مستوى العالم، وعنده ابطال عالم كتير، وعنده قاعده كبيره جدا في الناشئين والشباب والكبار، ومن الانديه فعلا اللي هي ملتزمه وعندها لعيبه كتيره. فانا قررت ان اعمل مع لاني ان انا عندي انا بستعد لبطوله كرواتيا، بطوله اولمبيات استعداد لبطوله اولمبيات في كرواتيا 2018. البطوله دي كمان حوالي اسبوع و10 ايام. فانا هنا عارف ان الاهلي من اقوى انديه، وان انا اقدر الاقي اكتر من لعيبه، فهو ده اللي خلاني اختار النادي الاهلي، لان فعلا هقدر استفاد لانه من اقوى فرق ومن احسن فرق اقدر ان استفاد فيها يعني. Thank you so much for giving this opportunity. هو بيقول دلوقتي ان هو مبسوط جدا ان هو موجود هنا في مصر، ومبسوط ان هو بيعمل لقاء في النادي الاهلي، وبيقول ان متشكر جدا على اتاحه الفرصه ان احنا نعمل معسكر مع من اقوى فرق في مصر او من اقوى فرق على مستوى افريقيا، وبيشكر برضو منتخب مصر برضو لان كنا عاملين لقاء في منتخب مصر برضو. بيقول ان هو مستفيد بنسبه كبيره جدا، لان عشان فرق التوقيت بين مصر وماليزيا، فهتبقى حاجه كويسه جدا ليه ان هو يتاقلم على الجو ويتاقلم على التوقيت، ان هو يروح كرواتيا ما بقاش عنده مشكله في التوقيت بتاعه. كواليفيكيشن وبيشوف وبيتفرج على لعيبه مصر بطولات العالم، ويعرف السي في ويعرف ابطال كتير من المنتخب المصري، فهو كان يتمنى ان هو يعمل احتكاك ولقاء. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع حضراتكم اخر الاخبار اللي موجوده في النشره الرياضيه اللي بتبقى موجوده مع حضراتكم. يعني ايه اخبار رواد للتنس داخل النادي الاهلي، واللي تم تكريم الفائزين، واكيد طبعا يعني
لفتة طيبة أيضا من وجود مجلس الإدارة وطبعا أستاذ طارق أنديل وطبعا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي والكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي طبعا والأستاذ عمرو الهمشري مدير جهاز التنس. وزي ما احنا شايفين طبعا فريق رواد كان مشارك في دورة رمضانية في الجزيرة، وزي ما احنا شفنا ان امبارح تم الانتهاء من فعاليات البطولة، وبالتالي تم تكريم كل اللي فازوا بالألقاب وكل المشاركين. واكيد طبعا لازم نقول خبر زي ده علشان يعني مجهودات الناس او اللاعبين اللي شاركوا في البطولة، ايضا مجهودات النادي الاهلي في مجلس ادارة ومنفذين لهذا العمل. لسه مكملين مع بطولات الرمضانية، واذا زي ما احنا قلنا ان دايما شهر رمضان بيقرب الناس وبيبقى فيه اكتر من بطولة، وهنروح لبطولة يعني كان في بطولة بتقام في طبعا مدينة الإنتاج الإعلامي، والنهائي كان اللي كان متواجد طبعا امبارح الشؤون القانونية لمدينة الإنتاج الإعلامي بتفوز على فريق أو قناة ام بي سي مصر بنتيجة 5-4، والبطولة أقيمت من 4 رمضان وحتى 27 رمضان. أكيد طبعا كان فيها فرق كتيرة جدا، كل القنوات وكل الجهات كانت متواجدة كانت مشاركة، لكن زي ما احنا قلنا النهائي كان ما بين فريق الشؤون القانونية وفريق ام بي سي مصر او قناة ام بي سي مصر، واللي انتهت 5-4. اكيد مباراة كانت قوية جدا، لكن هنروح ونشوف ونتابع تقرير المباراة النهائية ونرجع نكمل مع حضراتكم بقى ايه في مهارة طبعا كاس العالم واول مباراة ما بين روسيا والسعودية. دي يمكن رابع سنة بنعملها، والحقيقة الحكاية دي بتعمل تأثير نفسي جيد جدا على الناس اللي بتشتغل داخل المدينة وعلى القنوات حتى العاملة فيها، وانا شايف انه هذا الامر الحقيقة يعني احنا بنحاول نطوره من سنة لسنة. يمكن شكل حتى الملعب السنة دي اختلف شوية، دي بتسيب تأثير نفسي جيد جدا على الناس وبتعمل ألفة بين الناس وبعضها، والحقيقة الناس بقى بتستناها من السنة للسنة يعني، فأصبحت الدورة ليها أهميتها يعني داخل المكان، وإن شاء الله بوجودكم كمان بتبان الناس بتبقى مبسوطة بوجودكم معاهم يعني. أتمنى كل سنة إن شاء الله كل الأحسن وكل موجودين معنا. الدورة دي بتقام في إطار دعم من السيد رئيس الإدارة سيد أسامة هيكل، بيدعم الدورة وبيدعمها بتواجده في حضور الماتشات النهائي، وبنبقى سعداء جدا بالتواصل اللي بيكون موجود بين القنوات وبعضها هنا في الدورة. معظم القنوات الموجودة في الشركة بتشارك معنا في الدورة دي السنة الرابعة على التوالي، وبإذن الله نكون مكملين ويكون المستوى الفني بنحرص أن المستوى الفني يرتفع، وبنحرص كمان على روح رياضية بين اللعيبة والتواصل بين الشركة كلها كقنوات أو موظفين في مدينة أو أي مكان داخل الشركة، بيحصل تقارب وتعارف بين العاملين وبعض، وده بيساعد في كل الأوقات مش في وقت الدورة بس. بنهتم دايما بالروح الرياضية وبنهتم دايما بالمستوى الفني، وبنتمنى ان دايما ده يكون من تحسن لتحسن. الحمد لله موفقة تحت رعاية الأستاذ أسامة هيكل، ادت الرعاية دي ادتها قوة وادتها تميز. الحمد لله الدورة كانت جيدة وكان فيها منافسة جيدة بين الفرق، والحمد لله ربنا وفقنا في الوصول للنهائي وكسبنا الدورة الحمد لله رب العالمين. هو بيرعى النشاط الرياضي في مدينة تاج إعلامي، وده احنا يعني عارفين بيه بالمجهود اللي هو بيقوم بيه ورعايته للدورة، وهو كمان ساعدنا اللي احنا نقدر نوصل للنهاية، فلا ده حق اللي احنا لازم نعترف بيه. تجمع الناس كلها وكل كل القطاعات في مدينة الانتاج الاعلامي كلنا متجمعين ان احنا نلعب بطولة زي كده. الماتشات طبعا كانت صعبة بس الحمد لله رب العالمين احنا معانا 2 ناشئين من بره فشغالين معانا كويس يعني الحمد لله. الماتشات والله كان الماتشات كلها صعبة، الماتشات كلها 2-1 على في 6-5 كنا فايزين 4-2، الماتش اتقلب الحمد لله. الماتشات كلها صعبة، البطولة محترمة، الرئيس طبعا موجود والحركة شايف الناس يعني دورة محترمة الحمد لله. الحمد لله تنظيم رائع وجميل وشرف، الحمد لله رب العالمين وعدت على خير. الحمد لله رب العالمين، ونشكر معالي الوزير أسامة بهيكل ونشكر سيادة اللواء محمود بركات على حضورهم النهاردة، محمود فتحي
والاستاذ شبل والاستاذ نبيل العراقي وكل المنظمين على الدوره، والحمد لله يعني عدت على خير وحاجه تشرف يعني الحمد لله رب العالمين. طبعا شعور جميل جدا والحمد لله، واول مره نرفع كاس البطوله الحمد لله على كل شيء. يعني التنظيم طبعا كان على اعلى مستوى، بنشكر اللجنه المنظمه الاستاذ محمود فتحي والاستاذ شبل والاستاذ نبيل على التنظيم الرائع ده والمجهود العظيم ده جدا. الحمد لله طبعا في الاول توفيق من عند ربنا الحمد لله طبعا على الجائزه ديت. بشكر اصحابي طبعا زمايلي في الفريق هم السبب طبعا الحمد لله الاول، وبشكر طبعا كل الفرق اللي موجوده. التنظيم النهارده يعني التنظيم عموما كان على اعلى مستوى في البطوله النهارده، وبشكر كل الاعلاميين وكل القنوات اللي جت صورت النهارده ومتابعينا وبتطلع مواهب والله من دورات زي ديت. طبعا بشكركم كلهم، وبشكر طبعا المنظمين على الدوره ديت، بشكر الناس كلها طبعا الحمد لله في الاول وفي الاخر. يعني بحضراتكم من جديد، ونروح بقى المونديال روسيا. مونديال روسيا النهاردة كانت أول مباراة افتتاحية في المونديال، وكانت المنتخب الروسي صاحب الأرض والجمهور أمام المنتخب العربي الشقيق السعودية. منتخب السعودية خسر بنتيجة كبيرة جدا 5 أهداف مقابل لا شيء. يعني تابعنا المباراة وشفناها، وطبعا المنتخبين موجودين مع منتخب مصر في المجموعة، وبالتالي كانت فرصة مهمة جدا لمنتخب مصر أنه يشوف منافسين لي في نفس المجموعة سواء المنتخب الروسي أو المنتخب السعودي. السعودية أو المنتخب السعودي بيدفع ضريبة احتراف عدد من لعبته في الدوري الأسباني بدون مشاركة. يعني شفنا أن الاتحاد السعودي عمل يمكن اتفاقية مع الاتحاد الأسباني بتواجد بعض اللعيبة السعوديين في أسبانيا، وبالتالي ما شاركوش في خلال 6 شهور من تواجدهم في أسبانيا، فطبعا لازم يدفعوا ثمن ده. شفنا النهاردة المنتخب السعودي فنيا ضعيف فنيا في مباراة روسيا، شفنا استعداداته لمبارياته الودية كان خصم قوي، لكن في أول مباراة رسمية احنا عارفين ان المباراة الودية حاجة والمباراة الرسمية حاجة تانية خالص. الفرق ما بينهم بيكون الدوافع اللي موجودة عند اللاعبين، المدير الفني، كل حاجة، كل العامل. طبعا المباريات الودية بيكون اللعيب يعني بيستعد بيها لمباراة رسمية، وبيكون خايف على نفسه بعض الشيء ان هو يحصل له اصابة، فبالتالي ما يشاركش في بطولة مهمة جدا زي بطولة كأس العالم. وبالتالي اول احتكاك رسمي للمنتخب الروسي. يا جماعة الماتشات الودية السعودية كانت عاملة ماتشات يمكن من أكتر المنتخبات اللي استعدت بشكل كبير جدا للمونديال، لعبت مباريات كتيرة جدا، لعبت ضد ألمانيا، لعبت ضد إيطاليا وبلجيكا ومنتخب بيرو ومنتخب بلجيكا، يعني طبعا اتهزمت، لكن في ماتش ألمانيا السعودية كان شكلها كويس، خسرت 2-1. ماتش بيرو خسروا 3-0، منتخب بلجيكا خسروا 4، أمام إيطاليا خسروا 2-1، فبالتالي إلى حد ما عملوا نتائج مش وحشة. احنا انا بس بتكلم وبقول اسامي المنتخبات الكبيرة اللي منتخب السعودية لعبها، لكن امام منتخب روسيا فنيا شفنا منتخب السعودي دفاعيا لا مكشوف، منتخب السعودية ما فيش ضغط، نص الملعب مفتقد تماما يعني توازنه وهيبته، ما فيش اي ضغط من نص الملعب على لاعبي منتخب روسيا. منتخب روسيا بيلعب زي ما هو عايز، منتخب روسيا 2-0 اخر ربع ساعه واخر تلت ساعه المباراه، يعني اهداف بالجمله من كل الزوايا لمنتخب روسيا، نتيجه تقيله جدا، لكن ما فيش شك ان المنتخب السعودي منتخب شقيق، منتخب بنتمنى له كل التوفيق، لكن احتراف بعض اللعيبه اللي موجودين في اسبانيا اثر عليه بالسلب. اللعيبه اللي شفناها او معظم اللعيبه يعني مثلا فهد المولد مش موجود، لعب في المباراة لكن لم يكن له دور حقيقي. منتخب روسيا مش المنتخب اللي يخوف، منتخب روسيا ما عندهمش غير واحد بس لاعب محترف فقط في الدوري الأسباني وبيلعب في نادي فياريال، يعني منتخب كله محلي ومدير فني محلي. وزي ما احنا شفنا روسيا بالمناسبة ما كسبتش في ولا مباراة ودية استعدادا لكأس العالم، بتكلم على فترة ما بين 2007 بعد كأس العالم بالقارات 2017 2018
الصحافة والإعلام انتقدوا روسيا بشكل كبير جدا، مفيش أي نتائج إيجابية، لكن بيجي النهاردة مدير فني محلي، لعيبة محلية بيقدروا يفوزوا في أول مباراة في كأس العالم افتتاحية لكأس العالم 2018 علشان يتحقق أو يتكسر رقم جديد ويسجل باسم المنتخب الروسي. طبعا احنا عارفين ان كأس العالم اتغير شكله في كأس العالم 1966، بدأ ان يبقى فيه شكل مختلف او نظام مختلف لبطولة كأس العالم، وبالتالي من 1966 لحد النهاردة 14/6/2018 دي النتيجة الأكبر في مباراة افتتاحية لكأس العالم. النتائج اللي كانت قبل كده كانت مثلا على سبيل المثال في كأس العالم 2006 منتخب ألمانيا كان بيلعب منتخب كوستاريكا والمباراة انتهت 4-2، دي كانت نتيجة كبيرة. أيضا في 2014 مباراة البرازيل وكرواتيا، طبعا 2006 كانت البطولة بتقام في ألمانيا عشان كده بنقول مباراة افتتاحية. طبعا في البرازيل 2014 كانت البطولة بتنظم في البرازيل، وبالتالي البرازيل كسبت كرواتيا 3-1، لكن 5-0 هي النتيجة الأكبر في تاريخ مشاركات بطولات كأس العالم منذ 1966. يعني أكيد عندنا يعني كلام كتير جدا جدا على المنتخب السعودي. المنتخب السعودي يعني احنا بنتكلم عليه أو بنتكلم على منتخب روسيا علشان زي ما حضراتكم عارفين ان هم معانا في المجموعة، وبالتالي احنا بنتكلم عليهم بشكل عام، بنتكلم عليهم حتى فنيا، بنتكلم على أرقامهم وإحصائياتهم. المنتخب السعودي 5 مرات بيفشل في أول مباراة لي في كأس العالم، يعني بيفشل في أول مباراة بيلعبها في كأس العالم بيكون افتتاحية بيفشل فيهم. لاعب طبعا كانت أول مباراة سنة 94 مباراة منتخب السعودي أمام منتخب هولندا وخسر 2-1، وأيضا في 98 أمام المنتخب الدنماركي خسر 1-0، ومنتخب ألمانيا في 2002 خسر ب8 أهداف مقابل لا شيء. أما أمام المنتخب التونسي بيتعادل 2-2، يعني ممكن نقول في أي فوز. وأمام روسيا النهاردة خسر ب5 أهداف مقابل لا شيء. طبيعي جدا المدير الفني السعودي طبعا إخوان أنطونيو بيتزي أكيد لازم يعقب ويقول أنه بيتحمل المسؤولية وأن شكل المنتخب السعودي كان سيء جدا جدا ولم يتمكنوا من الدخول في تنافس في المباراة. زي ما أنا قلت أن طبعا العامل الفني واحتراف لعيبة من المنتخب السعودي في وقت مش مناسب. خليني أقول لحضراتكم أن دايما هناخدها قاعدة، أي دوري ناجح في العالم بيشارك فيه لفين منتخبه بيكون ضعيف. المنتخب الإنجليزي، دوري الإنجليزي هو أقوى دوري في العالم، لكن منتخب إنجلترا ما بيحققش بطولات، ده علشان مش بيبقى متواجد فيه لعيبة محلية منه في معظم الأندية، كل أو معظم اللعيبة اللي بتشارك لعيبة محترفة عندهم بطولة طبعا قوية، لكن منتخب مش قوي على قدر البطولة الدوري الإنجليزي. طبعا أكيد طبعا ما هنكمل تصريحات إخوان أنطونيو بيتزي لمباراة روسيا أو المدير الفني للمنتخب السعودي، وقال أيضا أن هو يعني ما يعرفش إيه اللي حصل، لكن أكيد لازم يراجع العديد أو زي ما بنقول يراجع أوراقه من أول وجديد ويبدأ أنه هو يستعد لمباراة أورجواي القادمة اللي هتكون المواجهة الثانية. لو أي نتيجة سلبية أعتقد أن السعودية هتودع كأس العالم رسميا، لازم السعودية تخرج بنتيجة إيجابية أمام المنتخب الأورجواي. وأكيد طبعا واتكلم أن روسيا انتصرت عليه بنتيجة كبيرة دون أي مجهود، وكلمة دي نحط تحتيها 100,000 خط، روسيا فعلا النهاردة ما لعبتش، يعني ما لعبتش بلغة لعبة الكرة، لعبت بأقل مجهود أو أخذت اللي هي عايزاه من المباراة دون مجهود كبير جدا من اللعيبة. 5 أهداف كلنا شفناه، يعني مجهودات فردية دفاع السعودية كان لازم ان هو يكون اقوى من كده، لازم لعيبه منتخب السعوديه يكون عندها حماس اكبر من كده. احنا بنتكلم على دوله عربيه شقيقه، بنتكلم على ان السعوديه لازم اكيد ان احنا نشد من ازرهم ونقول لهم اكيد مباراه جايه مباراه قويه جدا امام منتخب اورجواي، فلازم يستعدوا بشكل جيد جدا. واخيرا طبعا اتكلم وقال ان هو عشان تلعب في المونديال لازم تكون على قدر المسؤوليه، وزي ما احنا قلنا ان هزيمه ثقيله جدا او هزيمه ثقيله للمنتخب السعودي من روسيا 5 أهداف مقابل لا شيء. نتمنى كل التوفيق للمنتخب السعودي في مباراته المقبله في المجموعه. كلنا قلنا مجموعه مصر مجموعه سهله، لا مجموعه مش سهله خالص. شفنا روسيا اهي خسرت في كل او ما فيش اي نتيجه ايجابيه بفوز حققته خلال مشوارها الودي استعدادا لكاس العالم،
والنهارده بتفاجئنا بمستوى محترم من لعيبه محليه عندها لاعب واحد بس محترف بيلعب في الدوري الاسباني في فريق فياريال، كسبت السعوديه 5 أهداف مقابل لا شيء. واحنا عارفين الدوري السعودي دوري قوي جدا، موجود فيه نجوم وموجود فيه مدربين على اعلى مستوى، ايضا مدير فني السعودي مدير فني على اعلى مستوى. فبالتالي يعني خلاص مستر هيكتور كوبر اكيد فرج وشاف المباراه وبدا يحط ايده على نقاط الضعف ونقاط القوه لكلا المنتخب السعودي والمنتخب الروسي. عندنا مباراه مهمه جدا بكره. يعني هنبدا بقى ناخد حضراتكم في مباراه بكره واللي هتقام ما بين مصر واورجواي، مباراه مهمه جدا جدا. فاكيد هبدا كلامي مع حضراتكم من روسيا. هنروح روسيا لاحمد عبد الباسط علشان يتكلم معانا باستفاضه على تشكيل منتخب مصر وعلى اخر الاجواء اللي بيستعد بيها منتخب مصر لمباراه غدا. احمد برحب بيك. الو احمد عبد الباسط، برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. برحب بيك يا عمر، ربنا يخليك وبرحب بكل المشاهدين. احمد يمكن اكيد انت متواجد في روسيا حاليا وانت قريب من بعثه المنتخب، فعايزين نبدا معاك وانا في بدايه كلامي على منتخب مصر على الاجواء بشكل عام. قول لي بقى اجواء منتخب مصر، وصول منتخب مصر، الاستعدادات، التحركات، ايه اللي حصل في اليومين الاخرى دول طبعا، وبالاخص النهارده اخر يوم استعداد لمباراه غد امام الاورجواي. خلينا اقول لك امبارح كان المنتخب وصل عمر الساعه 8 بميعاد اكتنبرج، 3 ميعاد 5 ميعاد القاهره، وكان عنده تدريب اول ما وصل خفيف، ولكن لعيبه يعني الجو هنا برد جدا، درجه الحراره النهارده 9 مئويه، بالنسبه لنا برد، لان لما احنا كنا جايين قالوا ان درجه الحراره هتبقى 25 و26 والكلام دوت. المهم النهارده كان التدريب الاساسي للمباراه على الملعب الرئيسي، التدريب كان الساعه 5:30 بتوقيت هنا. المران شاهد مشاركه كل اللاعبين، محمد صلاح كان موجود. خليني برضو اوضح لك ان محمد صلاح شارك التدريب كله، محمد ما التحمش كتير، ما فيش حد كان بيدخل عليه في الكوره يعني ضغط الكوره، ولكن هيكسر الكبار في المؤتمر الصحفي ده اللي كان مهم يعني، قال ان محمد صلاح جاهز بنسبه 100%، وقال ان بالنسبه لنا احنا ده النجم وبنقدره كتير جدا، واحنا واثقين ان هو هيقدم لنا مردود ايجابي. ده انطباع يعني بيوصل للناس ان صلاح موجود وان صلاح خف وبقى كويس. ولكن خليني اقول لك يا عمر ان دي مناوره، يعني انا متاكد انها مناوره مني. خلاص خلاص هو عارف كويس جدا قيمه محمد صلاح، محمد صلاح بالنسبه للخصوم بقى يعني لعيب مرعب، ولكن ان هو يدفع بيه اساسي صعب جدا، لان طبيا محمد صلاح غير جاهز بالنسبه الكافيه ان هو يبقى موجود في المباراه يعني. يعني يا احمد رسميا محمد صلاح مش هيكون متواجد في التشكيل الرئيسي لمنتخب مصر غدا في مباراه الاورجواي. لا لا مش هيبقى موجود تمام. محمد صلاح التشكيل الرئيسي، لان محمد صلاح لما كمل شفاءه بنسبه 100%، خصوصا ان هو اول تدريب ينزله النهارده ما كانش فيه اي تاكت، يعني انت لعيب كوره وعارف يا عمر طبعا الراجل بقاله 15 20 يوم او اكثر من الفتره دي ما لمس الكوره، طبعا تعبيه في مباراه بحجم مباراه الاورجواي في نفس الوقت كوره عنيفه جدا للمنتخب الاورجواي. طب يا احمد هل ممكن مستر هيكتور كوبر يستعين بمحمد صلاح على مقاعد البدلاء وبالتالي يدفع بيه لو جد في المباراه اي شيء سلبي بالنسبة للسيناريو اللي محضره مستر هيكتور كوبر؟ بكل الأحوال كده كده القايمة اللي هتبقى موجودة محمد صلاح هيبقى موجود فيها على دكة البدلاء، لأن اللعيبة كلها القايمة اللي هتبقى موجودة هي اللي موجودة على الدكة. تمام. ولكن هل يدفع بيه أو لا؟ مش هيدفع بيه، أنا يعني مش عايز أقسم بده، لأن بكل الأحوال إحنا متعادلين لو محمد صلاح نزل عشان يديك إضافة من خبط، لأن اللعيبة هتلعب على الماتش جدا، لو خسرانين لا قدر الله مش هينفع برضه ينزله، لأنه خلاص يعني برضه نفس الحكايه تقفل عليه، حتى لو كسبانين هيأمن دفاعيا، ففي كل الاحوال لو حسيت انه لغط الكوره صعب يجازف بيه لو هو عايز سليم تماما في مباراه روسيا. شفت روسيا النهارده مع طبعا طبعا خلاص المجموعه اتعقدت لما كانوا بيتفرجوا على الماتش النهارده، الموضوع كان صعب جدا، يعني هم شايفين المباراه صعبه جدا، خلاص ماتش روسيا والسعوديه عقد حسابات المجموعه تماما، مطالب ان انت تعمل نتيجه ايجابيه قدام اورجواي عشان لما تروح لروسيا، روسيا لو عملت معاك اي نتيجه ايجابيه خلاص طلعتك بره الحسبه، لو انت لا قدر الله عملت نتيجه سلبيه مع اورجواي. خليني اقول لك برضو كان مؤتمر صحفي النهارده في اكتوبر اتكلم، قال انا عندي فريق جماعي، عندي فريق بلعب، الناس بتقول ان انا مدافع، انا بلعب بطريقه دفاعيه، ولكن دي خطه واستراتيجيه انا ماشي عليها، ما اقدرش اغير لعب 4-3-1 كتير، لان انا حفظت لعيبه الخطه دي وبلعب بيها، ما ينفعش ان انا العب فيها كل شويه، خصوصا ان الفتره دي بين كاس العالم فتره الاعداد اللي عملها
فتره قليله جدا وقصيره، ما ينفعش ان هو يغير فيها استراتيجيه قدام منتخب حاج المنتخب الاردواني. بالنسبه لاوسكار المدرب الاردواني النهارده اتكلم برضه في المؤتمر وعن محمد صلاح، قال انا محمد صلاح لعيب مهم جدا، ولكن انا مش هبني استراتيجيتي على محمد صلاح، انا لعيب ميسي لعيب لعيبه كبيره محمد صلاح لا يقل عنهم، ولكن هل ان انا غير خطتي بسبب اللعيبه؟ لا مش هغير خطتي، انا ان شاء الله واثق في الكلب جاي علشان اكسب مباراه واكسر لعنه ان انا منتخب اوروجواي ما كسبش اول مباراه طوال 48 سنه في افتتاحيه كاس العالم. كل ما يعني تكون 48 سنه منتخب اوروجواي بيلعب كاس عالم ما بيقدرش يكسب مباراه افتتاحيه، قال ده هدفنا الرئيسي ان احنا نعمل ده بكره مع المنتخب المصري. عارف الكوره كويس جدا وعارف ان المدرب شاطر ومدرب ذكي، واعرفه من سنه 1990 لما كان موجود بوكا جونيور وهو كان لاعب عنيد ومدرب عنيد ووصل بمنتخب مصر ان هو احسن منتخب في افريقيا وان هو احسن مدير فني في افريقيا وان صلاح موجود برضه في انجلترا لعيب عالمي. فبالتالي كل الحسابات دي بتقول ان انا عاوز منتخب ما يقلش اهميه عن المنتخبات الكبيره اللي موجوده في كاس العالم، وانا شايف ما هيبقى في صعوبه جدا في مواجهته، بس انا عامل حسابي لكل الاشياء دي يعني. طيب احمد عايز منك حاجتين، اول حاجه عايز اعرف منك السؤال اللي محير مصر كلها ومحدش عارف لحد النهارده مين هيقود حراسه المرمى لمنتخب مصر، هل هو الكابتن عصام الحضري ولا الكابتن محمد الشناوي؟ يعني قولا واحدا هتقول لي يا كذا يا كذا. الشناوي اكيد يا احمد على مسؤوليتك. لا مفيش فيها كلام، هو شويه حسابات كده بيحسبوها الجهاز الفني يعني لا داعي لفتحها. تمام، لكن الحضري يبقى موجود في مباراه السعوديه ان شاء الله. يعني طيب عايز الحاجه الثانيه اللي انا هاخد منك طبعا الكلام على حراس المرمى، تعالى بقى نقول التشكيل عشان عندنا كمان مكان محمد صلاح، هل مستر هيكتور كوبر هيستعين بمين؟ يمكن في كلام كتير جدا، واحنا اتكلمنا قبل الهوا قلنا ان طبعا مكان محمد صلاح محتاجين نعرف مين هو اللاعب اللي هيلعب، وهل استقر مستر هيكتور كوبر على مركز راس الحربه والدفع بيه مروان محسن ولا لا؟ فتعالى كده قول معايا التشكيل المتوقع او التشكيل اللي انت عارفه من مصادرك بنسبه 100% اللي ممكن او 99% اللي هيشارك فيه مباراه غدا. لما تيجي خلينا نقولها بطريقه ثانيه، هيكتور كوبر فكر ازاي الايام اللي فاتت؟ تمام، واقول لك انهي تشكيل استقر عليه. هو فكر الفتره اللي فاتت في ثلاث تفكيرات. تمام، التفكير الاول ان هو هيلعب خلاص حراسه المرمى، يعني كانت راحه من الشناوي وعصام الحضري، خلاص اقرب ليها الشناوي ناحيه يمين احمد فتحي، ناحيه الشمال عبد الشافي، علي جبر، حجازي، طارق، المني، سعيد، تريزيجيه في مكانه الطبيعي، ورده، مروان محسن. ده اللي احنا متفقين عليه وده اللي ان شاء الله. يعني مكان محمد صلاح يا احمد خلاص استقروا على وجود عمرو ورده. بالظبط يعني. تمام، ده اللي بنسبه كبيره ان شاء الله هيبقى موجود. تمام، ده اللي كان هو بيدربه الفتره اللي فاتت، يجرب حاجتين. الحاجه الاولى ان هو دخل احمد فتحي لنص الملعب، ان هو يلعب بثلاثه قلب دفاع، يبقى فتحي واثنين وطارق حامد وناحيه اليمين احمد المحمدي، وفي الحاله دي كان هيقعد عبد الله السعيد ويلعب قدامهم باثنين يضيقوا الملعب ورده وتريزيجيه وقدام مروان محسن. ولكن يعني لعب دي مره واحده وبعدين لغاها خالص ورجع للتشكيل اللي انا قلت لك عليه. الحاجه الثانيه اللي جربها ان هو يلعب بورده مهاجم صريح ويبقى متاخر تحت شويه عشان يقابل المنتخب الاوروجواني من نص ملعبنا، ويلعب رمضان صبحي مكان محمد صلاح والتزديد مكانه الطبيعي والسعيد في قلبهم، ويبقى معاه ورقتين رابحين بره اللي هم مروان محسن وكهربا يقدروا ينزلوا له يدوا له اي مردود ايجابي هو عايزه، خصوصا ان هو مش معاه غير مهاجم صريح واحد اللي هو مروان محسن. الاثنين دول يجربهم هيك اكتوبر الفتره اللي فاتت، ولكن النهايه وفي الاستقرار اللي شفناه يعني على التشكيل الاخير ان هو يبقى الشناوي، حجازي، حجازي، عبد الشافي، طارق، مني، سعيد، تريزيجيه، مروان محسن، وعمرو ورده، محمد صلاح. بالظبط كده، يعني انا قلت لك هو اشتغل الايام اللي فاتت دي كلها على ايه ووصل لحد الموضوع دوت. يعني خليني برضو يعني حابب اقول لك ان محمد صلاح شيخ الازهر في روزني بعت للكابتن عصام فتاح رئيس الباشا قال له انا محتاج ان انا اقابل محمد صلاح لما ترجعوا. انا معظم المشايخ هنا في بروزني، بروزني بلد كبيره، معظم المشايخ هنا كلهم بعتوا له دعوات معينه، كل واحد بيدعي له دعاء وبعته وعايز يوصله لمحمد صلاح، ووعد اول ما يرجع هيخليه يقابل محمد صلاح. ده الشيخ الازهر، كل الناس بتعمله عامله جدا يعني. مصر يعني ليها باع طويل بس، ولكن هنا في روسيا احنا شايفين بنسافر من بلد لبلد اربع خمس ساعات يعني. طبعا قرر يعني بلد كبيره جدا جدا. كبيره جدا ويعني مغامره حلوه وان شاء الله مش طيب يا احمد يعني عايز باخدك لاجواء الجمهور، التواجد المصري بسم الله ما شاء الله شايفين تواجد مصري كبير جدا،
هل ان شاء الله بقى ده هينعكس بالايجاب على منتخب مصر بكره؟ وهل فعلا التواجد هيبقى الجمهور المصري مالي الملعب زي ما بنشوف في السوشيال ميديا ان المصريين بيتوافدوا على روسيا من كل بلاد في العالم؟ يعني كل واحد قاعد في بلد مش بس مصري عايش مصر بيسافر روسيا وبيأذر منتخب مصر. اعتقد هيبقى في جمهور كتير، كل ما نمشي في الشارع بنقابل جمهور كتير. هو برضه المنتخب الاورجواياني بنشوف له جمهور كتير موجود هنا، بجانب ان الجمهور اللي هنا سواء الروسي الايطاليات اللي موجوده في ناس هتشجع اردن هتشجع مصر في ملعب شعب 27 وسعوه شويه كده بقى ياخد مثلا في 35 40. ما اعتقدش ان الملعب هيبقى مليان بكره بالجمهور، عشان احنا مش العاصمه واحنا مدينه متطرفه يعني متطرفه جدا بعيد عن العاصمه. احنا وصلنا في 4 ساعات طيران. اعتقد ان الجمهور المصري هيبقى موجود، ولكن اعتقد 3000 4000 يبقى موجود. ده عدد كويس جدا انك تلعب طبعا بلد في اخر الدنيا ان يجي لك العدد دوت من مصر. احنا شايفينهم دلوقتي في الشوارع واحنا ماشيين الناس شايله علم مصر. طبعا الشارع كلها مقتنعه بموضوع روسيا ان هي المسيطره دلوقتي بعد الفوز الكبير اللي عملوه النهارده على استاد. يعني عايز برضو اتكلم معاك اخيرا، هل المنتخب هيتوجه مباشره الى سان بيترسبرج بعد مباراه اورجواي، ولا هيبقى في تاخير في السفر الى سان بيترسبرج والاستعداد للمباراه الثانيه اللي هتكون امام المنتخب الروسي صاحب الارض والجمهور؟ المنتخب هيخلص مباراه الساعه 7 مباشره، الساعه 9 هيرجع على المطار، الساعه 11 هيرجع على كروزني، هيتدرب هناك تدريب السبت وهيتدرب يوم الاحد تدريب الصبح، ويوم الاحد الساعه 10 بالليل هيتوجه على سان بيترسبرج لخوض المباراه الثانيه امام روسيا. هيقعد هناك يومين قبل المباراة ويوم بعد المباراة، وبعد كده يرجع جروزني تاني، وبعد كده يقعد يومين، والمرة الأخيرة يرجع آخر حاجة على بلغراد اللي هي المدينة اللي هيلعب فيها المباراة الأخيرة أمام السعودية، وبعدين يرجع على جروزني منتخب شاب إن شاء الله. ده وبالتوفيق ليك ان شاء الله وترجعوا بألف مليون سلامة. احمد عبد الباسط كان موجود معايا على التليفون، الناقد الرياضي والصحفي في يلا كورة دوت كوم، كان طبعا اتكلم معانا في كل الامور اللي بتشغل الشارع المصري. خلاص محمد صلاح لن يشارك في مباراة غدا، وتصريحات كوبر في المؤتمر الصحفي اللي موجودة على طبعا بعض المواقع واللي احنا سمعناها بودننا الصبح في مؤتمر الصحفي، ان مستر هيكتور كوبر اتكلم وقال ان محمد صلاح جاهز وهيشارك. احمد بيقول ان هي مناوره من مستر هيكتور كوبر، ومناوره انا شايف ان هو لو بيفكر بالتفكير ده ممكن تكون مناوره جيده جدا، علشان جانب منتخب اورجواي ما يبقوش عارفين مين هيشارك ومين لا. كمان محمد الشناوي هو اللي هيكون حارس منتخب مصر بكره ان شاء الله على حساب الكابتن عصام الحضري، وزي ما احنا شفنا وسمعنا من احمد ان مركز راس الحربه ممكن مرام محسن يكون موجود، وممكن يستعين بلاعب زي رمضان صبحي ان هو يكون موجود في مركز الرأس حربة طبعا بالتبادل مع عمرو ورده. كلام كتير جدا جدا، لكن يبقى الاول والاخير هو مباراة مصر بكرة اللي ان شاء الله تكون الساعة 2 الظهر بتوقيت القاهرة. كل بقى مصر يعني اعتقد ان مش بس عيد، يعني هيبقى كل حتى لو كان يوم عادي كنا هنلاقي مصر كلها بشوارعها بجمهورها بالناس اللي موجوده كله قاعد بيتفرج على ماتش مصر من 28 سنه. يعني انا يعني كان ناس اصلا يمكن انا كان عندي سنتين في كاس العالم 90، فبالتالي حدث لن يتكرر، او يعني ان شاء الله يكون متعودين عليه كل 4 سنين ان مصر تشارك في حدث مهم جدا جدا زي كاس العالم، اللي ان شاء الله مصر هتشرف وهتشرف كل المصريين اللي موجودين في روسيا ويقدروا يعملوا نتائج ايجابيه ويفرحوا الشعب المصري في اول ايام عيد الفطر المبارك. يعني ان شاء الله بقى نخرج من اخبار بقى كده منتخب مصر واحنا عندنا كلنا تفاؤل وامل، ويبقى عندنا كده طاقه ايجابيه على السوشيال ميديا لحد مباراه بكره. ولو لا قدر الله منتخب مصر حصل اي نتيجه سلبيه بكره، لازم نكون عندنا روح ايجابيه. يعني لسه عندنا مباراتين، ما حدش عارف ايه اللي ممكن يحصل، فالطاقه السلبيه اللي على السوشيال ميديا يا جماعه لو سمحتم بلاش الى نهايه طبعا مباراه منتخب مصر في كاس العالم. عندنا مباراة والتانية والتالتة، كل التوفيق لمنتخب مصر، ندعي لهم ان ربنا يوفقهم ويفتح عليهم ويحمي كل لعيبة منتخب مصر من شر الإصابات. محمد صلاح سواء لعب بكرة أو لم يشارك في مباراة بكرة، إن شاء الله ربنا يوفقه ويشارك في التوقيت الصح اللي هيحدده طبعا ربنا ثم الجهاز الفني والطبي للمنتخب الوطني. سريعا يعني قبل ما نختم معانا كده كم خبر ممكن يعني نستعرضهم مع حضراتكم، يعني خاص بكأس العالم. طبعا نيمار في تصريح بيأمل أنه يواجه ألمانيا لتعويض الخسارة التاريخية من منتخب ألمانيا 7
واحد فرناندو طبعا هيرو المدير الفني الجديد لمنتخب اسبانيا بيختار ثلاث مساعدين لي قبل انطلاق مبارياته ب 24 ساعه. مخاطره كبيره جدا من الاتحاد الاسباني، لكن يبقى ان كل الاحترام والتقدير للاتحاد الاسباني ان هو يعني حصل موقف مش عاجبهم وشايفين ان في قله احترام ليهم، فبالتالي تم الاستغناء عن المدير الفني الجديد لريال مدريد والاستعانه بفرناندو هيرو كابتن منتخب اسبانيا السابق ولاعب ريال مدريد، وبالتالي ثلاث مساعدين لي قبل مواجهه البرتغال. مواجهه البرتغال يعني مش فريق، مش هقول لكم فريق منتخب ممكن يكون ضعيف، لا ده منتخب البرتغال بقياده كريستيانو رونالدو، وهتكون اول مواجهه، وهنشوف هل الاتحاد الاسباني قدر يحافظ على يعني ممكن نقول ايه المبادئ بالنسبه لمنتخب اسبانيا اهم من الفوز والبطولات. فهنشوف بكره هل طبعا الاتحاد الاسباني عمل قرار صح ولا لا، هنشوف في مباراه القادمه ضد منتخب البرتغال. طبعا لبوتيجي المدير الفني الجديد لفريق ريال مدريد بيبدا مشواره التدريبي مع الريال من معسكر المكسيك. الريال فضل المعسكر في المكسيك في مدينه طبعا بويبلا المكسيكيه بدلا من الولايات المتحده الامريكيه، وهيبداوا فتره الاعداد يوم 17 يوليو المقبل. اكيد في لعيبه مش مشاركه مع ريال مدريد مع منتخباتها زي طبعا كريم بنزيما وداني سيبايوس وماركوس يوريانتي، واحنا عارفين ان اول مباراه رسميه لريال مدريد هتكون يوم 15 اغسطس المقبل، نهائي كاس السوبر الاوروبي ضد اتلتيكو مدريد في مدينه تالين في استونيا. ويعني كان نفسنا ان احنا نخوض مع حضراتكم اكتر من كده، لكن سريعا قبل الختام مع حضراتكم برنامج المونديال. زي ما معودين من حضراتكم على الجانب العالمي والجانب المحلي ايضا بنكون في عندنا حصريات، ان شاء الله نوعكم ببرنامج يكون جميل وخفيف ويقدر ان هو يوصل لكم كل المعلومات اللي حضراتكم عايزينها عن بطوله كاس العالم المقامه في روسيا واللي بيشارك فيها منتخب مصر. ان شاء الله نشوفكم على خير يوم السبت، كل سنه وحضراتكم طيبين وعيد سعيد على حضراتكم وعلى كل الشعب المصري. نشوفكم يوم السبت على خير، تصبحوا على خير، السلام عليكم.